إلى حلم خلال أننا نعيش سعادة. وبالإضافة للدور المرأة اللي دائما الحقيقة كنهضروا عليها لا أسلمت الدور أن المرأة بحال واحد كانت بالعكس أنا كنظن بها أن المرأة قوية جدا هي اللي كانت سبب في الوجود ديالنا هي الإنسانة اللي ضحات بزاف وغادي نعيش باش نكون حدايا يعني بإحساس بأن الإحساس بأن الراجل اللي كيكون ضعيف المرأة اللي تحتوي ف في نظري بأن المرأة جمع وقت أنها هي اللي تكون عندها الأغلبية لأن نعطي لهم فرصة في حياته لأنه بصح يتفتل وجود ديالو لأن الرجل غلط بزاف المرأة في حياته لأنه يظلم المرأة.